ودلوقتي معانا ان هاوس عن الكاتب الكبير الاستاذ احسان عبد القدوس اللي عبر بشكل بارع ومبدع في كتاباته عن المراه ومشاعرها وتكوينها واحاسيسها، وكان متفهم جدا لطبيعه المراه. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع مره ثانيه نستقبل ضيفتنا في الاستوديو. يعتبر كاهن معبد الحب من أبرز الألقاب التي لقب بها الكاتب والأديب إحسان عبد القدوس. لقب إحسان عبد القدوس أيضاً بنصير المرأة وصاحب عبارة تصبحون على حب. والدته السيدة روزي اليوسف مؤسسة وصاحبة مجلة روزي اليوسف، وتعد نشأته بين التزمت والتفتح. عمل كرئيس تحرير لمجلة روزي اليوسف، ومن أهم أعماله الأدبية صانع الحب والنظارة السوداء. كتب أكثر من 600 قصة قدمت السينما المصرية العديد منها، وتحولت 49 رواية لفيلم سينمائي. كان يرى إحسان عبد القدوس أن للأديب دوراً في تحويل عمله الأدبي لعمل سينمائي، لذلك شارك في كتابة سيناريو وحوار أعماله مثل لا تطفئ الشمس وإمبراطورية ميم، وشارك في كتابة حوار فيلم أبي فوق الشجرة. من الأعمال التي حققت نجاحاً باهراً لإحسان عبد القدوس لا أنام وفي بيتنا رجل وأنا حرة. من أهم أعماله التي تحولت لعمل درامي مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. ويعتبر إحسان عبد القدوس أديباً عالمياً، فقد ترجمت العديد من رواياته إلى لغات أجنبية. ومن أهم الجوائز التي حصل عليها جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وجائزة أحسن قصة فيلم عن روايته الرصاصة لا تزال في جيبي.